نروح لمباراه اليوم، مباراه مهمه في دوري الجمهوريه، شباب الاهلي امام شباب طلائع الجيش مواليد 2005 على ملاعب الناشئين بمدينه نصر. قبل ما نروح لمباراه اليوم كنا اثرنا قضيه مهمه جدا للاستوديو التحليلي السابق، موضوع التسنين، وقلنا لحضراتكم في خلال 4 5 ايام هيكون في نتائج ايجابيه. النهارده ان شاء الله باذن الله عندنا انفراد مهم جدا، وهيكون معانا مداخله هاتفيه مهمه جدا لتوضيح كل الامور وكشف الحقائق علشان في نتائج ايجابيه في شان هذا الامر. ده هيكون ان شاء الله بعد مباراه اليوم. لكن مباراه اليوم خلينا نروح للجوله الخامسه في بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2005 ونشوف مواجهات اليوم ونستعرضها مع حضراتكم على الشاشه. اليوم النادي الاهلي هيواجه طلائع الجيش في ملاعب الناشئين مدينه نصر، الاتحاد السكندري امام بتروجيت، حرس الحدود امام مودرن سبورت، زد امام النجوم، سيراميكا امام الجونه، وبيراميدز امام فاركو. الاسماعيلي امام الزمالك، والمقاولون العرب امام سموحه، وانبي امام غزل المحله، والقناه يواجه بروكسي. ده مباريات الاسبوع الخامس من بطوله دوري الجمهوريه. ايضا نروح لجدول ترتيب بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2005 قبل لقاء اليوم. كل فريق لعب 5 مباريات. في الصداره الاتحاد السكندري برصيد 12 نقطه، بيراميدز مركز الثاني 10 نقاط، الاهلي في المركز الثالث 9 نقاط، الزمالك في المركز الرابع 9 نقاط، بروكسي 9 نقاط، زد في المركز السادس 8 نقاط، بتروجيت في المركز السابع 8 نقاط، سموحه في المركز الثامن، طلائع الجيش صاحب المواجهه اليوم في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وامبي في المركز العاشر 6 نقاط. فاركو في المركز ال11، مقاولون مركز 12، النجوم 13، مودرن سبورت مركز 14، سيراميكا كليوباترا 15، في المركز ال16 غزل المحله، 17 القناه، 18 حرس الحدود، 19 جونه، وفي المركز الاخير الاسماعيلي. ودي نتيجه مفاجاه جدا ان الاسماعيلي بحجمه بتاريخه بناشئيه دايما اللي بيفرغ للمنتخبات والفريق الاول يكون في المركز الاخير، فده اكيد شيء يعني يحزننا جميعا. نروح للجهاز الفني للنادي الاهلي، بيقود مباراه اليوم في القياده الفنيه الكابتن عبد الحميد حسن المدير الفني، محمود سمير المدرب العام، كابتن عصام الغندور المدرب حراس المرمى، محمد راشد المدير الاداري، وكابتن علاء مامون طبيب الفريق، الحفني تايجر مدرب الاحمال، عبد الحميد حسين مدلك، رضا الدين مسؤول مهمات، ومحمد عبد الكريم مسؤول مهمات. وده الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2005.